وغيرها من التشكيلات وحريش كلو الشريبة الإسلامية لأن عبد الكريم متعرف الشريبة الاتحاد الشريبة الاتحادية إبراهيم كامل الله يرحمه الشريبة الاتحادية فكيرا هذا كنت كلمة صغيرة وتهدرين على الكبار يعني ولهذا فمن بعد ولكن هذه المغامرة عندنا من انتهت فوقاش بداية الثمانينات أو غير منخرطين في الدفاع وتبني هذه القضية بما يلزم لأنهم يجهلون تفاصيلها وحجم المظلومية هذا المغرب اللي احنا كنتميو له تاريخيا كدولة عظمى في البحر الأبيض المتوسط هذا المغرب هذا راه كيمتد من الشمال نقولوا غير من الشمال هكذا من البحر إلى السنغال موريتانيا أبقى المغرب كيطرب بها إلى حدود سنة 1969 عاد اعترف بها الحسن الثاني الله يرحمه موريتانيا الناس ديالها هذا جولد فار اللي كان أمير ديال زرارزا هي إمارة كبيرة في موريتانيا والموريتانيا النخب ديالهم الحقيقية كلها كانت مع الوحدة في المغرب وعمل بقاء في المغرب ولكن للأسف الشديد فرنسا أصرت على أن تؤسس دولة موريتانيا وبالرغم من مطالبة المغرب وذهبت بها إلى الأمم المتحدة وحصلت لها على الاعتراف وبقي المغرب رافضا لذلك الاعتراف وأن حركة وطنية موريتانية في المغرب تدافع ومات واغتيل بعد قادتها في موريتانيا الذين كانوا يدافعوا عن الخيار الوحدوي وفشل ما نقولش فشل ولكن عجز المغرب على أن يدافع عن حقوقه لأن موريتانيا دائما كانت في المغرب هذه القصة ديال الصحراء اللي ما بين طرفايا وما بين قوسين موريتانيا اللي كانت محتلة من طرف الإسبان لأن الإسبان تقليد ديالي يعني كانوا كيقلدوا وما زال كيقلدوا بزاف للفرنسيين حاولوا بنفس الطريقة أن يؤسسوا كيانا مستقلا في الصحراء اللي كانوا كيحتلوها من طرفايا فما تحت وقالوا دعوا العدد ديال الادعاءات وهي فارغة والمغرب منذ ذلك الوقت وهو يثبت للعالم ومن خلال يعني العدد ديال الاشياء بان هذا الادعاء زائف ولا اساس له من الصحه وغير معقول لكن الغريب في الامر وهذا اللي المحزن والمؤسف هو ان تكون الجزائر الدوله التي بين قوسين احتضن مقاومتها في الماضي واحتضن حركتها الوطنيه في فتره الاستقلال والكفاح المسلح وأن كل قادتها تعلموا وأكلوا وكان الإيواء ديالهم في مدينة تطوان والتدريب ديالهم والمغربة أعطوهم السلاح فضلوهم على أنفسهم هذا الشيء كله للأسف الشديد تنكر له الجزائريون وتبنى واحد الأطروحة كتقول ببساطة هو أن نحن مع الميراث الاستعماري وأن الحدود بيننا وبينكم هي حدود الاستعمار وكانت هذه الحدود اللي وضعتها فرنسا ما بين المغرب والجزائر حدود لأن فرنسا ما كانتش كتفكر في يوم من الأيام أنها تغادر الجزائر وبالتالي وسعت الجزائر بشكل كبير على حساب المغرب وخاصة في الناحية الشرقية وفي الجنوب الشرقي بما فيها في تندوف وسعت هذه المناطق وضمتها إلى الجزائر والمغرب بكل شرف يرفض أن يتفاوض مع فرنسا وان دوغول كيعرض على المغرب كيقول له اجي نسوي معك مساله الحدود قبل ما نعطيو الاستقلال قبل ما نتفاهموا مع الجزائريين المغرب كيقول له حتى تتحصل الجزائر على الاستقلال حنا غنتفاهموا مع حكام الجزائر المستقله هذا الشيء كله وجد المغرب نفسه انه يعاني من سرقه كبيره لاراضيه وحقوقه التراويه في الشرق اللي منها هذيك المناطق مثلا اللي كنهضروا على فيجي فيجي واحد 100 كيلومتر واحد في الداخل هذه كلها كانت تابعة للمغرب تندوف دائما كانت مغربية والقيادة ديال المغرب وأن في الفترة اللي كانوا الجزائر كيعملوا الاستفتاء لأنه ديك الناس ما بغاوش يعملوا الاستفتاء فرنسا ملي كانت كتعمل الاستفتاء ديال استقلال الجزائر الناس تندوف ما بغاوش يعملوا الاستفتاء ببساطة لأنهم قالوا حنا مغاربة حنا راه الموضوع ديالنا مسوي حنا راه الحمايه مع فرنسا وانت هذه الحمايه حنا ما عندنا علاقه بكم علاش غنعملوا الاستفتاء قتلوا
لانهم قالوا بانهم من الغرب. ولهذا هذه القضيه واحد الترابيه كتشكل في الكتاب واحد المسار اللي كل انسان يقرا غادي ياخذ فكره نسبيا واضحه على امتحان التوظيف ربما عن قراءه كثير من المواد. ولكن اذا بغيت يتعمق كاين مصادر وحالات اللي تخدم في شي فرنسا. فكنتمنى